متابعينا الاوفياء في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم الروبورتاج ديالنا مختلف بزاف على الروبورتاجات اللي كنعملوا دائما، بحكم انه غنخرجوا مع واحد جوج من اشهر مؤثرين هنايا في شمال المغرب، او بالضبط مدينه طنجه، واللي ممكن اننا نقولوا عليهم مؤثرين. معنا ومعكم ابراهيم المعروف ابراهيم وخديجه، وابراهيم الثاني ابراهيم فلوك. هاد الشباب بجوج اليوم كانت عندهم واحد المبادره طيبه اللي اختاروا انهم يخرجوا يوزعوا المصاحف على الناس المحتاجين. علاش بالضبط المصاحف؟ وشكون كيستحق ياخذ هذه المصاحف؟ هذا الشيء اللي غنعرفوا مع ابراهيم الاول. خي ابراهيم مرحبا بك. كبر بك اخي العزيز. هضرنا على هذه المبادره. هذه المبادره الاخوان ديالي كي جات من عند المتتبعين ديالي، اللي انا اصلا يعني ديجا كنت كنبيع ونشري في المصاحف والباكات كنبيعهم معروف بهم، واقترحوا لي شي الناس قالوا لي زعما انا نشريو من عندك واحد العدد. المهم شراو من عندي واحد العدد ديال هذوك، شراو من عندي وقالوا لي زعما فرقوا من الناس اللي محتاجين. وهي هذيك عيد ما كنفكر، يعني قلت خصني نخرج نصور على يعني نخرج نصور الناس وهذه ونفرق للناس اللي كتستحق. الفئه المستهدفه هما الناس يعني الفقيره اللي ما عندها شيء اللي تستحق ديك الهديه، لان يعني مع الدخول دابا شهر رمضان ماشي، يعني نحاول مثلا نعطيهم الناس اللي كيستحقوا ديك الهديه. الباك فيه السجاده والمصحف والتسبيح الناس يعني كيقبلوا هذه الهديه كيفرحوا، اي فرحوا بها بزاف، لان شي حاجه فيه كلام الله يعني كيقربهم من الله سبحانه وتعالى، كنفكرهم بزاف ديال الحاجات. تبارك الله عليك. وفلهذا اتصلت بالاخ ديال ابراهيم وقلت له زعما تخرج معايا، حتى هو مسكين لبات الدعوه ديالي وقال لي الله يا خي انا معك موجود. وكنشكرهم على المنبر هذا وخلي له فرصه حتى هو يتكلم. السلام عليكم الاصدقاء ديالنا. اول حاجه نشكروا المتابعين ديالنا، كنشكرهم بزاف على الدعم اللي كيدعمونا، وكنشكروا الاخ يوسف اللي حتى هو تكرفس معنا، يعني حتى هو تبارك الله شتا اليوم مع الله يرحمنا شتا اليوم بزاف، والحمد لله. وكان لي الشرف نكون مع ابراهيم وجوزنا واحد النهار اللي هو مزيون الصراحه مع بعضياتنا، وكنشكروا بزاف حيت بغاني نكون انا معاه في هذه المبادره هذه. نقدروا نشوفوكم في مبادرات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله حنايا ولاد بلاد بعضياتنا، والحمد لله كنبغيو الخير من بعضياتنا الحمد لله، وباقي ان شاء الله الجاي هذا الشيء باش نوعدوا المتابعين ديالنا. وكنشكروا اي واحد ساهم في هذه المبادره هذه، الله يرحم والده، وانا كيعجبوني مبادرات بحال هذو الصراحه. وشكرا شكرا جزيلا. وانتم متابعينا الاوفياء، هذا ابراهيم فلوق، سبقنا عندنا معه روبورتاج مفصل وتعرفنا عليه عن قرب، وهذا ابراهيم وخديجه الفلوغر الشهير. ابراهيم فوقاش اخي ابراهيم؟ نهار اللي كتب ان شاء الله في اي اقرب وقت غادي نحاول. دابا انا عندي خبره انه قدام الجمهور ما تكذبش عليا، لذلك الخوا قول لي فوقاش يجي عندك ان شاء الله. فهاد السيمانه ان شاء الله. هاد السيمانه الكلمه. شكرا جزيلا. وانتم متابعينا الاوفياء، من هنا الى مقطع اخر، شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيفا خاو ديالي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.